السلام عليكم. اليوم حنا في غرناطة مول بنشوف آراء البنات عن الخلطات الطبية وهل يأخذونها من أي أحد. خلوكم معنا وتابعونا من غرناطة مول. جوري. اسمي خلود. جودي. أسيل. كيفك يا جوري؟ الحمد لله طيبة. معي خلطة مفيدة للبشرة وتخلي بشرتك نقية وتجنن، وش رأيك نجربها الحين؟ لا طبعا. ليش؟ لأن أخاف أن تجي لي أمراض على وجهي أو حساسية. طيب إذا جاك حبوب في البشرة أو تساقط شعر ممكن أنك تاخدي أي وصفة من الإنترنت؟ لا طبعا. ليش؟ لأنه يمكن تسبب لي حساسية أكثر أو التهاب. طب قد واحدة من صديقاتك عرضت عليك خلطة؟ لا. طب في واحدة من صديقاتك سوت خلطة وضبطت معها؟ لا. طيب وش تقولين للبنات اللي ياخذون خلطات من الانترنت ومن صديقاتهم؟ ان الاحسن لهم ما ياخذون من الانترنت او صديقاتهم، لانه يمكن تجيب لهم التهاب في الوجه او حساسية ويخرب وجههم. كيفك يا خلود؟ الحمد لله. خلود، انا اليوم جايبة وصفة طبية تجنن وتخلي البشرة صافية، وش رايك تجربينها؟ بصراحة لا، ما افضل اجربها. ليش؟ لانه انا انسانه من الناس لنوع بشرتهم حساسه، واخاف يعني يطلع لي حساسيه او شيء كذا، واني اجرب وصفات مو موثوقه. طيب اذا طلع لك حبوب في بشرتك او تساقط شعر ممكن انك تاخذي اي وصفه من الانترنت؟ لا، لازم اول اتاكد منها. ليش؟ لانه اخاف هذا الشيء يضرني اكثر من الضرر اللي كان قبل ما استخدم هذا الخلطه. طيب صار لك موقف؟ لا صراحه. طيب وش رايك البنات اللي قاعدين يستخدمون وصفات في الانترنت، وش تقولين لهم؟ بصراحة أنا أنصحهم ما يسوون هذا الشيء، لأن لازم يتأكدون من هذه الخلطة قبل ما يستعملونها. كيفك يا جودي؟ الحمد لله. أنا اليوم معي خلطة طبية تجنن تخلي بشرتك صافية ونقية، وش رايك نجربها؟ لا طبعا، ما أثق بالوصفات اللي مو مسؤولة من الطبيب، ما أثق فيها. ليش؟ يعني هي أحيانا تسوي حبوب في البشرة أو في اليد وتسوي التهابات. طيب إذا جتك حبوب أو تساقط شعر ممكن أنك تطلبي أي وصفة من الإنترنت؟ لا طبعا، أول شيء أتأكد أسأل طبيب إذا هي تنفع للشعر أو أي شيء، بعدين أجرب. طيب قد صار معك موقف؟ إيه، مرة واحدة من صديقاتي عطت واحدة من بنات معي بالصف عشان هي عندها حبوب في وجهها ويديها، حطتهم بس هي ما فادتها وجاب لها التهابات. طيب تنصحينهم انه يستخدمون من الانترنت او من صديقاتهم؟ انصحهم انه يستخدمون الانترنت، بس صديقاتهم لا، تأكدون اول شيء من طبيب. طيب يعني انت ما تشكين في معلومات الانترنت؟ الا اشك احيانا. كيفك يا اسيل؟ الحمد لله. انا اليوم جايبه معي خلطه تجنن وتخلي الوجه صافي، وش رايك نجربها؟ لا صراحه لا، ما اقدر. ليش؟ ما افضل الخلطه هذه، اخاف فيها شيء ويضر الوجه. طيب اذا واحده من صديقاتك عرضت عليك تقبلين؟ لا. ليش؟ اخاف انها تسبب لي حبوب وينتفخ وجهي. طيب قد صار موقف معك او مع صديقتك؟ ايه. قولينا الموقف. الموقف هو سوت خلطة جربتها قرفة ما أدري إيش، جربتها انتفخ وجهها. طيب يعني وش ردة فعلك هتكون؟ يعني تنصحينها وبتنصحين بنات لغيرها ولا تتركينها بحالها؟ بنصحها إلى دكتور أخصائي للجلدية أو شيء زي كذا. أنت الحين لو حصل لك موقف مثلاً حبوب البشرة أو تساقط شعر بتجربين أي وصفة من الإنترنت عادي؟ لا. ليش؟ ما أضمن هذه الوصفة، أخاف فيها شيء يضر أكثر وأكثر. وبعد ما أخذنا آراء البنات الجميلات وآراءهم الجميلة كلياتهم اتفقوا على عدم تجريب أي وصفة من الإنترنت، وأنا بعد أتفق معهم بهذا الشيء وأنصحكم لا تجربون شيء من الإنترنت لأنه هي وصفات غير موثوقة، ولازم نستشير دكتور مختص بالمجال أو يعني دكتور جلدي. ونودعكم من غرناطة مول وننتقل للاستديو.